السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. الانقراض في علم الأحياء هو النهاية الأبدية لوجود بعض الكائنات الحية، ولقد كان الانقراض ظاهرة خطيرة للغاية. ولكن عندما يتعلق الانقراض ببعض الكائنات المرعبة والمتوحشة، فعلينا أن نعترف أننا نكون سعداء نوعا ما، لأنها لو ظلت باقية لكلفت الإنسان أضرارا كبيرة. ومعنا في هذا الفيديو 10 من الكائنات المرعبة، ستكون سعيدا جدا لأنها انقرضت. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. الكاميروسيراس. الكاميروسيراس هو جنس منقرض من رأسيات الأرجل العملاقة، والتي عاشت بشكل رئيسي خلال العصر الأردوفيشي، وسكنت البحار الضحلة في لورنتيا بلتيكا وسيبيريا. والكاميروسيراس من الرخويات التي تشمل الأخطبوط والحبار، ويتشابه مع رأسيات الأرجل الحية ولا سيما نوتيلوس. وكان رأس الكاميروسيراس عبارة عن نسيج عضلي، مع وجود الجسم الرئيسي داخل القوقعة للحماية، وقد تنمو اللوامس من قاعدة الرأس كما هو الحال في نوتيلوس الحديث. وكان يستخدم هذه المجسات للاستيلاء على الفريسة وابتلاعها. وكان الكاميروسيراس يمتلك عند قاعدة المجسات منقارا كيراتينيا صلبا يعض به أجسام فريسته، ويفترض أنه قوي بما يكفي لاختراق الهيكل الخارجي للفريسة وتمزيقها. ورغم جسمها المخروطي الثقيل عند المناورة، لكن يعتقد أن الكاميروسيراس كانت حيوانات مفترسة بالكمائن، وتتحرك عبر قاع البحر ثم تنقض على الفريسة سريعا. رقم 9. الميغانيورا. الميغانيورا هو جنس من الحشرات المنقرضة من العصر الكربوني، وهي تتشابه وترتبط في الوقت الحاضر باليعسوب، وتصل أبعاد أجنحتها التي تصل إلى 75 سنتيمترا عرضا و26 سنتيمترا طولا. والميغانيورا هي واحدة من أكبر أنواع الحشرات الطائرة المعروفة، وقد كانت مفترسة وتتغذى على الحشرات الأخرى، وتم اكتشاف أول الحفريات في فرنسا عام 1880، وأطلق عليها اسم ميغانيورا، ويعني كبيرة الأعصاب، والتي تشير إلى شبكة الأوردة على أجنحة الحشرة. ومن المحتمل أن تكون الميغانيورا قد اصطادت وتغذت بنفس الطريقة التي يتغذى بها اليعسوب اليوم، ويشير حجمها الكبير إلى أنها قامت بالتغذي على العديد من الكائنات، فربما تضمنت الفريسة المحتملة أيضا بعض البرمائيات والزواحف الصغيرة. رقم 8. تمساح دينوسوكس. الدينوسوكس هو جنس منقرض من التمساحيات ذو صلة قرابة بالقاطور، عاش خلال فترة العصر الطباشيري المتأخر، وكان الدينوسوكس أكبر بكثير من أي تمساح أو قاطور حديث، فكان يصل طول البالغين إلى 10.6 مترا، وقد يصل طوله إلى ما يزيد عن 12 مترا، مع أوزان من 2.5 إلى 5 أطنان، وكان لديه أسنان كبيرة وقوية. وتمساح الدينوسوكس ربما كان قادرا على قتل والتهام الديناصورات الكبيرة، وقد يكون تغذى أيضا على السلاحف البحرية والأسماك الكبيرة وفرائس أخرى بحرية وأرضية. ويعتقد عموما أن الدينوسوكس استخدم تكتيكات في الصيد، مماثلة لتلك التي تستخدمها التماسيح الحديثة، وهي نصب الكمائن للديناصورات ولغيرها من الحيوانات الأرضية على حافة المياه، ثم غمرها تحت الماء حتى تغرق. وربما أنه كان قادرا على تنفيذ لفة الموت مثل التماسيح الحديثة. فالدينوسوكس صاحب أقوى عضة على الإطلاق، وحتى أنها أقوى من كافة الديناصورات. وقدرت قوة عضة الدينوسوكس أنها كانت من 18,000 نيوتن إلى 100,000 نيوتن. رقم 7. الفورسراسبس. والمعروفة باسم طيور الرعب، وهي فصيلة منقرضة من الطيور الكبيرة اللاحمة التي لا تطير، والتي كانت أكبر أنواع الحيوانات المفترسة في أمريكا الجنوبية خلال حقبة الحياة الحديثة. ويعتقد أن هذه الطيور انقرضت عند وصول الإنسان إلى أمريكا، وتراوح ارتفاعها من 1 إلى 3 أمتار، وبها مجموعة متنوعة ومتشابهة، وأشهر أفرادها يعرف بتيتانيس، وهو أحد أكبر الأنواع في الفورسراسيدس. وكانت معظم الفورسراسيدس طيور عدوانية وسريعة الهجوم، وكان لدى جميع الأعضاء منقار كبير حاد وعنق قوي ومخالب حادة. وبشكل عام يعتقد أن الفورسراسيدس كانت تستخدم قدميها لإيذاء الفريسة بركلها، ولإمساك الفريسة لأسفل وإرسالها عن طريق النقر عليها بمنقارها الكبير، وقد تتعرض الفريسة الأكبر أيضا للهجوم عن طريق النقر والركل. ويعتقد أن طيور الرعب مزقت لحم الحيوانات، وربما تكون قد ابتلعت فريستها بالكامل.
وقامت بتقيؤ الأجزاء غير القابلة للهضم بالتشابه مع البوم. رقم 6. فوبيروميز باترسون. وهو فأر بحجم الثور، وفوبيروميز باترسون هو أحد القوارض المنقرضة، والتي عاشت في دلتا نهر أورينوكو القديمة، وكانت ثاني أكبر الأنواع السبعة تقريبا من جنسها، ومثل العديد من القوارض الأخرى كان فوبيروميز من الحيوانات العاشبة، وتم اكتشاف هيكل عظمي مكتمل تقريبا في تكوين أورينوكو فنزويلا في عام 2000، وتم تصنيف الأنواع الجديدة لاحقا باسم فوبيروميز باترسون، تكريما لعالم الحفريات بريان باترسون، وكان يبلغ طول فوبيروميز 3 أمتار ويبلغ ارتفاعه 1.5 متر، ويبلغ طول الذيل ما يقارب المتر، وربما كان يزن ما بين 250 إلى 700 كيلوغراما، مما يجعله من أكبر القوارض المعروفة بحجمها الضخم. رقم 5. سمك الدنكليوستيوس. سمك الدنكليوستيوس هو جنس منقرض من أسماك المفصليات الجلدية، والتي كانت موجودة خلال العصر الديفوني المتأخر، ونمى بطول يقارب 9 أمتار ووزن يصل 4 أطنان، ويمكن للدنكليوستيوس فتح وإغلاق فكه بسرعة فائقة، وكان لديه قوة عض تبلغ 6000 نيوتن، وتم العثور على العديد من الحفريات من الأنواع المختلفة في أمريكا الشمالية وبولندا وبلجيكا والمغرب، وكان لدى الدنكليوستيوس شكلا خارجيا عظميا مدرعا مما جعله سباحا بطيئا نسبيا، وبدلا من الأسنان امتلك الدنكليوستيوس زوجان من الصفائح العظمية الحادة في مؤخرة الرأس، ويمتلك الدنكليوستيوس آلية ربط من 4 قضبان لفتح الفك، والتي تضم وصلات بين الجمجمة والدرع الصدري والفك السفلي، وعضلات الفك مرتبطة ببعضها البعض بواسطة مفاصل متحركة، وسمحت هذه الآلية بتحقيق سرعة عالية لفتح الفك، ويفتح الدنكليوستيوس فكه في 20 ملي من الثانية، وإكمال العملية برمتها في 50 ملي ثانية فقط. رقم 4. حيوان الإلسموثيريم. الإلسموثيريم هو جنس منقرض من الكركدن العملاق، عاش في أوراسيا خلال أواخر العصر الجليدي، والإلسموثيريم هي مجموعة مميزة من وحيد القرن، وانفصلت عن أسلاف وحيد القرن الحية منذ العصور القديمة، وكان الإلسموثيريم يحمل قرنا كبيرا وضخما على جبهته، ومن المحتمل أن هذا القرن أدى وظائف عديدة منها الحماية من الأعداء، والتقاتل مع ذكور الإلسموثيريم الآخرين، وللتنافس على أنثى للتزاوج أو للدفاع عن منطقة الذكر، وقد يستخدمه كذلك في الحفر بالتراب وإزاحة الثلوج بحثا عن النباتات المدفونة تحتها، وكانت أرجل الإلسموثيريم أطول بدرجة كبيرة عن باقي أنواع وحيد القرن المعروفة، ولعلها أو استعملت للجري السريع بأسلوب يشبه أرجل الأحصنة عندما تجري، ويصل طول الإلسموثيريم إلى 5 أمتار، مع ارتفاع كتف يزيد عن 2 مترا مع كتلة تقدر 5 أطنان. رقم 3. العقرب بنتيوكوبتر. العقرب بنتيوكوبتر هو جنس منقرض من المفصليات المائية، وتم تسجيل الحفريات من العصر الأردوفيشي الأوسط، وتم العثور على معظم حفريات بنتيوكوبتر في عام 2010 في ولاية أيوا الأمريكية، وتم وصفه بأنه شرس ومفترس ومن العقارب الضخمة، وكان يعتقد أنه يحتل قمة السلسلة الغذائية في الماء، وكانت عقارب بنتيوكوبتر من آكلات اللحوم حيث كانت تتغذى على الديدان والمفصليات الأخرى، ويعتبر عقرب بنتيوكوبتر من أكبر المفصليات المعروفة، فلقد بلغ طول العينات الأكبر من 1.7 إلى طول 2.5 متر، وكان لها لاسع بحجم كبير ويصل طوله إلى المتر، وكان يعيش بالبحر ويعد من الحيوانات الأولى التي زحفت داخل البحر، وتتمتع عقارب بنتيوكوبتر بذيل رفيع وطويل وملحقات مشي متداخلة ومتجهة للأمام، ويعتقد أن أطراف المشي الشوكية هذه قد استخدمت لإنشاء مصيدة لالتقاط الفريسة فيها. رقم 2. الجورجونوكس. الجورجونوكس هو صنف منقرض من الثيرابسيدات ذات الأسنان من العصر البرمي، ويتميز بجمجمة كبيرة وطويلة بالإضافة إلى أسنان وقواطع علوية وسفلية، وكان لدى بعض الجورجونوكسيات أنياب علوية طويلة، والتي من المحتمل أنه استخدمها كأسلحة قطع وطعن، وربما استخدم الجورجونوكس تكتيك نصب الكمائن وأخذ لدغة مفاجئة لشل حركة الفريسة، وعندها كان يصارع الجورجونوكس الحيوان ويلدغه لدغة القتل، وكانت فجوة فمه تكون ذو فتحة مذهلة وربما تزيد عن 90 درجة، وزاد حجم الجورجونوكس بشكل ملحوظ مع مرور الوقت، فلقد نمت جمجمته إلى أبعاد أكبر من الدب البني وربما أكبر، ويعتقد أن الجورجونوكسيات كانت حيوانات أرضية تماما ويمكنها المشي بمشي شبه منتصب،
مع نطاق حركي أرضي مشابه للتمساحيات الحديثة، ولكنهم كانوا أكثر رشاقة من عناصر الفرائس الخاصة بهم. ولقد تطورت الجرجونوكسيات خلال العصور ليصبحوا مفترسين في قمة بيئاتهم، ولم يتم العثور على الجرجونوكس إلا بشكل أساسي في جنوب إفريقيا وتنزانيا وزامبيا. لقد وصلنا إلى الأفضل مع قناة صحي عقلك، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بموضوعاتنا، فتأكدوا من الاشتراك والإعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة، ونحن في انتظار ملاحظاتكم وآرائكم في التعليقات لتطوير القناة وإنشاء المزيد من هذه الفيديوهات. رقم 1. وحش إبيسيون. وقد يطلق عليه الكلاب السيئة، فوحش إبيسيون هو نوع كبير منقرض من جنس الكلاب من فصيلة كلاب تكسير العظام بوروفاجينيوم، وموطنه أمريكا الشمالية وكندا إلى نيو مكسيكو وتكساس. وعاشت كلاب إبيسيون في أوائل العصر الميوسيني، وكان طول إبيسيون حوالي 1.5 متر وقد يصل إلى 3 أمتار، ويقدر وزنه من 90 إلى 150 كيلوغراما. ويمتلك كلب إبيسيون رأسا ضخما وفكا قويا مما يعطي جمجمته شكلا يشبه الأسد. وتعتبر كلاب إبيسيون أكبر أجناس معروفة للكلاب، وتمتلك كلاب إبيسيون أسنانا تشبه الضباع على الرغم من أنها لم تكن مرتبطة بالضباع. وجمعت صفات هذه الحيوانات المفترسة المتوحشة بين أعنف سمات الذئب الرمادي وثور الحفرة والضبع العملاق، ويعتقد أنهم كانوا يصطادون في مجموعات شبيهة بالذئاب ويقتلون الحيوانات المفترسة الكبيرة. فجاءت هذه المخلوقات شديدة التكيف في جميع الأشكال والأحجام، فلها أسنان متخصصة مخروطية الشكل مما يجعلها مناسبة بشكل خاص لطحن العظام وامتصاص النخاع الداخلي. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.